دكتور فتحي العامري غرو ميرسي للارقام اللي قدمتهم لنا واللي مهمين برشا وخاصه تاول الاولياء اللي قاعدين يسمعوا فينا نجموا يكلمونا على 70 35 120. دكتور عمليه التشخيص كيفاش تكون؟ عمل التشخيص يظهر لك تشخيص اي مرض. انا حسب رايي قبل ما نبداو الفحص الكل ثم اسئله نسالوها بويسك الصغير انه جاي على يعدي انه عنده قصر في القامه نتاعو. اول حاجه كيما نرجعوا للحكايه اسكو الاولياء نتاعهم القامه نتاعهم طويل ولا قصار وكل نجم تتكون لك فكره، على خاطر ينجم يكون البو قصير والام قصيره والولد قصير فيزيولوجيكمون وهما جايين يعديوا عليه باش يستفسروا، ربما تكون الطاي هذه مربوطه بالطاي نتاع لي بارون. هذه حاجه. حاجه ثانيه نشوفوا زاد نسالوا على اخته خوه اسكو القامه نتاعهم عاديه ماهيش عاديه، دونك باش نشوفوا تتكون لنا فكره. فيما يخص الصغير نرجعوا من فتره الولاده نتاعو اسكو ولد في وقته ولا ولاده مبكره، لانه كان ولد صغير ولد قبل وقته ولا ولد وزنه ناقص سكون ابيل ان روتارد كرواسانس انترا ايتيران ينجم يكون النمو نتاعو في الوقت الحباله ما مشاش النمو نتاعو ويبدا حتى التشخيص من قبل الولاده. ينجم طبيب امراض النساء والتوليد في المراقبه العاديه نتاع الام اللي عندها البيبي هذا دونك تنجم يقول لك راهو الصغير النمو نتاعو ناقص سكون ابيل روتارد كرواسانس انترا ايتيران. دونك انت تسال اسكو فتره الحباله تعدات عاديه صغير وقت اللي ولد كانت الوزن نتاعو عادي الطاي نتاعو عاديه ولا؟ هذه حاجه. الحاجه الاخرى ثماش مرض قاعد يداوي عليه اخر، خاطر ينجم يجيك على قصر القامه والصغير هذا قاعد يتبع على امراض اخرى امراض مزمنه قاعد ياخذ عليها في دواء والكل، وهذه تنجم تفسر لنا عدم النمو العادي عند الطفل. نزيد نساله الصغير اسكا عنده ادويه ياخذ فيها ولا ماهوش ياخذ؟ هذوما حاجات عادية، لأنه الصغير ثم أدوية نجم تأثر حتى على النمو الصغير خاصة كي تكون بصفة متواصلة، ولهنا أون بو سيتي نجمو نعطيو مثال لكورتيكويد نجمو نعطيوهم في بعض الحالات، لكن كي تكون في أمراض طويلة وأمراض مزمنة نجم تأثر على الصغير، لكن مرات تبدأ ما بين نارين لأنه يلزم الصغير تعطيها تريتمون كورتيكويد. خاصة نعطيك المثال نتاع أمراض الكلى عند الطفل السندروم نفروتيك ولا البومينا كما نسميوه، دونك تنجم تعطيه ان تريتمون بالكورتيكويد بصفه طويله برشا، وهذيك تنجم تكون تاثر له على الطول نتاعو. هذه حاجه هامه. والبعد في التشخيص وفي في الفحص ثم حاجه اللي قلتها لي انت بالنسبه للوزن، نسالوا اسكو الصغير هذا الوزن نتاعو كان عنده الوزن نتاعو نقص وبعد الطول نتاعو ما مشاش، وهذه تمشينا لبعض الامراض نتاع سوء التغذيه وامراض الجهاز الهضمي. وكنت اتذكر مره حكينا في المالادي سيلياك ينجم الصغير ما يهضمش والكل شيء دونك النمو نتاعو ما يمشيش، ولا تنجم يقول لك راهو مثال هذا عنده تاخر في النمو لكن الوزن نتاعو عادي مقبول ولا الوزن نتاعو نقص. هذه بعد النجم نربطوها بالاسباب الهرمونيه دونك لي زورمون ديفيسيت تاع الهرمون. دونك شفت الفرق، ينجم يقول لك راهو الوزن نقص ضعف في الصغير ضعف وبعد الطول نتاعو ما مشاش، تنجم تربات تكون لك فكره ان هذه حاجه مربوطه بالتغذيه نتاعو. كيما ينجم يقول لك راهو عنده روتار ستاتيورال لكن ما لاحظش عنده نقص في الميزان نتاعو راهو مقبول، ينجم يهزك لاسباب من الاسباب الهرمونيه. باهي، دونك فكره انه ولدك ضعاف اما هاك خاطر قاعد يجبد للطول لوجيك على الاخر معناتها انه يضعف ويتوالى عادي هذيك ولازم تصير هكاك دكتور. باهي، خلينا نعاود ننظم معك بعض الاسباب دكتور على الاقل للساده المستمعين وزيد صلح لي دكتوره. دونك التاخر في النمو ينجم فما جانب وراثي، البو والام قصار دونك سي نورمال انهم مشات لعوا قصار، ينجم زاد يكون فما عوامل اخرى كيما سوء التغذيه كيما بعض الامراض اللي تكون نجم تكون موجوده لازماتيك الربو، ينجم يعمل لي روتارد كرواسونس دكتور بدرجه اقل من الامراض الاخرى. فقر الدم ينجم يعمل لي روتارد كرواسونس فقر الدم انت والاسباب نتاعو، ثم الاسباب فقر الدم مثل مربوط بسوء هضم ينجم يعطي روتارد كرواسونس. امراض القلب والشرايين دكتور ينجم اليوم يكون سبب في روتارد، لكن امراض القلب كي تبدا امراض لانه القلب فيه برشا تشوهات، نجم تكون تشوه مثال صعيب ينجم ياثر على النمو عند الصغير. ينجم ياثر اي نجم. قلت زاد مهم نعرف الولاده نتاعو اسكو كانت ولاده طبيعيه والا لا، في الاشهر نتاعو هو زاد نجم تكون حاسمه في الطول نتاعو في العمر هذاك دكتور، لانه ثم صغير يولد هو ديجا بكري قلت لك البيبي العادي نجم يكون الطول نتاعو 50 سنتيمتر،
الصغير هذا اللي عنده روتار دو كروسونس ينجم يولد الطول نتاعو 40 سم دي لو ديبار، هو ديجا خذا ديبار خايف دونك ناقص. وهذه علميا الصغار يولدوا بروتار دو كروسونس ما يقارب 20% منهم، ما يقارب 20% يقعدوا افيك ان روتار دو كروسونس حياتهم كامله. دونك انت يقعد يتبع هذاك دكتور اكزاكتومون، يقعد ديما روتار دو كروسونس يبدا بتاعي على خاطر ولد بتاعي صغير، وثم يعملوا راتراباج. من الاسئله قاعده تجينا دكتوره، اسكو الغدد عندها دور اليوم في روتار دو كروسونس والا لا؟ الغدد عندها دور هام. انا قبل ما نتعدى الغدد مازلت نحكي شويه في العلامات اللي لوجوها باش تعاوننا على التشخيص، وبعد مش نتعداو ومش نبداو بالغدد كسبب اول، مش على خاطر هو السبب الاكثر انتشار، لكن السبب اللي ربما فيه مداوات. بالنسبه اللي قلت بكري نحكيو زاد نشوفوا حكايه التغذيه نتاع الصغير. ربما صغير وقتاش عملنا له الانترودكسيون، كانت تذكر مره عملنا حصه حتى على التغذيه والكل، ثم صغار نبداو لهم نغلطوا في الريجيم نتاعهم ونعملوا انترودكسيون، دخلوا لهم ليفارين على بكري والكل، وقت يدخل لهم ليفارين والبسكوي على قبل 4 أشهر تنجم تسبب نهار اخر في مالادي سيلياك، والمالادي سيلياك ثم سوء هضم، والسوء هضم يعطي اسهال مزمن، والاسهال المزمن هذا يعطي عدم امتصاص الماكله اللي ناخذوها، ويكون التاخر نتاع النمو يبدا بيان سور يبدا بالنقص نتاع الوزن نرجعوا، وبعد يبدا التاخر نتاع النمو عند الصغير. حاجات اخرين يلزمنا نلوجوا اسك الصغير عنده اسهال مزمن ولا، باش تعاوننا على الحكايه هذه نتاع الهضم. الصغير هذا اسك عندوش علامات نتاع الغدة الدرقية التيرويد اللي ما تخدمش بالقدا، تبدا لفيلوزيتي بخيلة، صغير فاشل، صغير عنده كل قبض، عنده انفوا كيروك، هذوما دي سيني اللي تنجم تعاوننا وتقول ربما ثم ايبوتيرويدي، وهذه الايبوتيرويدي تنجم تكون سبب. نلوجوا علامات اللي تنجم تكون حتى نتاع تيمور سيربرال، لانه من بين الاسباب تنحكيوها ثم تيمور نسميه كرانيو فارانجيوم يبدا موجود بحذا الغده النخاميه اللي هي الليبوفيز، وينجم يكون يسبب لنا في روتار دو كرواسونس كي حكينا بكم كاسيور يبدا لابس عليه الصغير اذا كو ستابل وعنده ديسين نتاع ضغط، وعنده ديسين علامات نتاع ايبرتونسيون انتراكرانيان، عنده مشاكل في النظر نتاعو، عنده ردان، عنده اوجاع في الراس. وقت اللي نمشيو نشخصوا المرض هذا خاصة مع روتار دو كروسونس ونعملوا له تشخيص نجموا نلقاو الورم هذا. وقت اللي عطيتنا أهمية التغذية وعند الرضع نذكر الحصة الفارتة دكتور، يبقى السؤال كثرة الأمراض عند الوليد في كل عمر هذاك ينجم يأثر له على النمو نتاعو الطبيعي، ديما يقرب ديما يخو هوي على ولا ضبطه، هذاك ينجم يأثر له على ينجم يأثر خاصة على الوزن. وانتي والوحده على خاطر ينجم الصغير راهو عنده حساسيه، عنده واحد ديما يمرض، لكن امراض تنجم تكون بسيطه اللي رينو فارنجيت وكل شيء حتى تاثيرها ما يكونش تاثير كبير، بينما ثم امراض اخرى، امراض مزمنه، امراض الكلى، امراض الكبد، امراض الجهاز الهضمي، هذوما ينجم ياثروا على النمو، امراض الغدد لي مالادي ميتابوليك، هذوما ينجم ياثروا على النمو نتاع الصغير. لم كي تبدا عندها بعض الامراض المزمنه دكتور، نجم تاثر في نموه على بعد على الوليد والا لا؟ ربما مرض مزمن وقت لوقت الحباله تنجم تكون النمو نتاع الصغير ما يمشيش لمرض ما، ولا الام تاخذ في دواء وكل شيء نجم يكون ياثر، تنجم تكون ما الام عندها مرض لكن تتعالج بادويه وعندها وتاخذ في برشا ادويه، وخاصه تلقى انت والمرض اللي موجود عندها ينجم يكون عندها تاثير على النمو الصغير، ونجم تكون عندنا روتار دو كروسون سنتر اي تيران اللي نجم هو يرافقه طول حياته بارلاسويت. يرافقوا ديما نعود ناكدوكم تنجموا تكلمونا على 70035 120، 70035 120. دكتور علاش انا سالتك الاسئله هذيا؟ على خاطر حبيت ناكد على نقطه، راهو الجمعه اللي فاتت كنا حكينا على اهميه المراه الحامل ان ما تناولش الدخان وينجم ياثر عليها، والكحول ينجم ياثر عليه، هذوما راهو اثنوا بعد على الكروسونس نمو الطبيعي نتاع الوليد حتى فعلا. في فعلا. على الدماغ نتاعو وحتى فعلا. على صحته. هاي هاي أكيد التدخين والكحول وكل شيء هذه من حاجات السيئة، وخاصة عند المرأة اللي تبدأ حبلة أكيد مش يأثر على الأم ويأثر على الجنين. تسمح لي خليني أخو تليفون واتصال جينا من عند مدام سوسن تبسنا كاسك دكتور. مدام سوسن كلمتنا على 70035 120، أهلا وسهلا بك مدام. أهلا صباح الخير. صباح النور. صباح دكتور. إيه بالكاسك بتاع الدكتور سيبو يسمع فيك الدكتور. إيه أي.
بربي دكتور انا عندي بنتي عمرها 13 سنه عندها عام وشويه معناها كان عندها خليك معايا مدام سوسن خليك معايا امتي ديتاي خليك معنا دكتور امتي ديتاي تكنيك مش قاعدين نسمع فيها مليح انا والدكتور مدام سوسن تسمع انت فينا مليح توا اي تسمع فيها دكتور سي بون نسمع فيها هاي اي وين نسمع فيك معك الدكتور مدام سوسن دكتور بربي انا بنتي عمرها 13 سنه كان عندها مشاكل في الهضم معناها تشخصت سيلياك ومن بعد عام الرجيم مع تحليله قال لي ماهوش سيلياك ابارامو يقولون عصبي ولا شنو فهمتني لكن اللي انا حسيته اللي معناها ملي من قبل معناها ما تمرض ما طولتش بقى طولها في 148 ما زادتش حتى سنتي جمله معناها رغم انها معناها تاكل عادي وبقات عام بالرجيم وكل شيء معناها ما تحسنش طولها جم قديش عمرها 13 سنه 13 ولا 16 ليه 13 13 باش نسمع اوكي 13 سنه دكتور 13 سنه عمرها 148 على السلامه بالنسبه للوزن ما لاحظتش فيه نقص ولا حاجه لا كانت صحتها كانت سميره سمينه ومن بعد عملت شوت وبقى ميزانها راكح معناها هكا ما زادت لا نقصت لا طويله لا قصرت يعني بقات ستابل بالنسبه للتغذيه نتاعها تاكل عادي وكل شيء اي بقات عام بالرجي وبالنسبه للطول نتاعكم انتم ما هي انت وبوها ما طول عادي عادي انا متر و64 عاديه وبيها متر و70 هي راهي مازالت طويل هي توعدنا متر و48 وكما قلنا بكري الفتره نتاع الطول نتاعها مازالت طويل فهمتني بالنسبه للمتر و48 ماهيش حاجه مش تقلقنا توا لانها تنجم تربح سنتيمترات اخرين اما راهو ديما الانسان كي يفحص الصغير والكل ينجم على الاقل قدامه وعلى طريقه العلاج نتاعه وعلى التغذيه نجم تتكون لنا فكره فهمتني انا حسب رايي بالنسبه لي ماهيش طايحه برشا وديما نرجع حتى احنا نجموا بالكورب اللي كنا نحكيوا عليها بكري نشوفوا بالنسبه لعمرها ونشوفوا المتر و48 وكل شيء تنجم رايي تنجم تكون في كلوار ثم روتار سامبل نسميوه فهمتني دونك قاعده تزيد قاعده تزيد لكن هي اقل من الصغار اللي في عمرها اما قاعده تزيد عادي ستين نسميوه ان روتار معنى اسونسييل سامبل بعد افيك لا سويت مش نلقاوها افيك ان تاي بروش من لي بارون نتاعها الحاله نتاعها ما راهاش انها تقلق لانك حتى بكري قلت ثم حاجه في الجهاز الهضمي قالوا لك حاجه عصبيه ولا حاجه هكا قولوا العصبي ماشي من الاول شخصت سيلياك بقات عام بالرجيم كيما شخصت مالادي سيلياك من الاول ايه اسكو كي شخصنا مالادي سيلياك ثم تحليل تعمل من الاول ما عطانيش تحليل قال لي شكسات ياك تعمل الريجيم بعد الريجيم عملت التحليل وكي عملت التحليل التحليل عادي التحليل صار نورمال ما عندهاش سيلياك قال لي املا يقولون عصبي خاطر عندها الاعراض الكل نتاع السيلياك أي. لكن التحليل ما طلعش فيه لكن السيلياك هو راهو بالتحليل راهو عنده قيمه هامه ياسر التحليل نتاع دم وحتى نمشيو للفيبروسكوبي ما دام التحليل انه التحليل عادي يظهر لي نسبه بعيده برشا باش تكون عندها مالادي سيلياك انا بالنسبه لي اللي راهي تنجم تكون ان روتار اسونسييل اللي الفا مش تعمل راتراباج بار لا سويت فهمتني لان هي ماهيش مربوطه ما ثماش مرض نتاع الجهاز الهضمي ما عندهاش امراض اخرين الوزن نتاعها عادي دونك هذوما برشا راهم عندنا من الاسباب تنحكيو فيهم بار لا سويت 60% من الاسباب نتاع الروتار دو كرواسونس عند الصغار رام دو روتار نسموهم اسونسييل ما فيهمش سبب يقعدوا تحت الكلوار ناقصين شويه وبعد يعملوا راتراباج وكل شيء ما تخافش. بتقعد ديما في المتابعه نتاعو ترجع ديما لطبيب الاختصاص ديما ناكدوا عليها النقطه ذي مدام سوسن الساده المستمعين على 70 35 120. من على فكر الاسباب تو دكتور خلنا مادام وصلنا لنقطه الاسباب فسر لي من الاسباب المهمه واللي يجب يسمعوها الساده المستمعين فيما يخص تاخر نمو الطبيعي عند الاطفال. الاسباب هي متعدده وانا تو مش نبدا بالسبب الاول، السبب الاول مش هو الاكثر انتشار لكن هو السبب اللي ربما تكون فيه مداوية نبدأ فيه اللي يداوى الأسباب هما نسموهم الأسباب المربوطين بالهرمونات نقص في الهرمونات ولا خلل هرموني اللي هما اللي كوز اندوكرينيان وأول سبب هو نقص في هرمون نتاع النمو اللي هو الهرمون دو كرواسونس يسمى الهرمون جي هاش ثم هرمون تصنع الغدة النخامية اللي هي ليبوفيز يسمى هرمون دو كرواسونس هذيك مش يسهل النمو نتاع الصغير وخاصه الافراز نتاعو من ليبوفيز مش يخلي الصغير ينمو من بين الاسباب اللي موجوده في الروتار دو كرواسونس نلقاو السبب هذا
صغير جينيرالمون سمحت صغير يجي افيك نمو ظهر ياسر اللي ناقص خاطر ثم شكون يجيك في الكلوارم اقل ديفياسيون ستوندوار ديفياسيون هذا هو مرات يجيك حتى في البين مرات ظاهر ياسر اقل من الديفياسيون ما ينجم يكون في الكروال الرابع والكل موان 4 دي اس بارفوا ينجم يكون وزنه عادي كما ينجم يكون نقص في الطاي وبعد الوزن نقص هذوما من بين الحاجات اللي نلوجوهم وكيفاش نشخصوا المرض هذا كي نخمموا فيه نعملوا تحليل تحليل الهرمون دو كرواسونس من بين الاهداف نتاعو هو لا كرواسونس هو النمو نتاع الصغير لكن عنده خاصيه اخرى هو كي يطيح السكر الهرمون دو كرواسونس يحاول باش يطلع السكر احنا باش نشخصوه نعملوا تحليل نتاع الهرمون دو كرواسونس ما تنجمش تحمل له تحليل دو باز تقول له برا امشي اعمل لي تحليل نتاع الهرمون دو كرواسونس لا احنا اونكري لي بوغليسيمي نعملوا ان انجكسيون بار اكزومبل دانسولين طيح السكر باش تطيح السكر وبعد نجي في الدقيقه 15 في الدقيقه 30 في الدقيقه 60 في الدقيقه 90 نقعد نعمل تحليل نتاع السكر ونتاع هرمون دو كرواسونس شوف السكر وقت اللي انا عطيت الانسولين من الاول طيحت السكر نجي في الدقيقه 30 مثل السكر كان عندي 4 ملي مول يطيح لي في 2 ملي مول وبعد يطيح لي في بار اكزومبل في 1.5 ساعتها الهرمون دو كرواسونس مش يقوم بواجبه مش يخدم خدمته ومش نلقاوه يطلع اور وقت اللي انت ترى في السكر طايح والهرمون دو كرواسونس ما تحيرش هذه سي بروف اللي بينما عندنا انسيفيزونس ونورمالمون نعملوا دو تيست ثم التيست هذه بالهيبوغليسيمي وثم التيست بتحليل اخر ان فوا شخصناه باش نقولوا عندنا الهرمون دو كرواسونس قبل ما نمشيو باش نداويوه يلزم نشوفوا شنو هو السبب من بين الاسباب ديما جينيرالمون نعملوا اي ار ام لي ار ام مش نمشيو ليبوفيس ونشوفوا نلقاو بارفوا دي زانومالي دي ليبوفيس ثم ليبوفيس نقولوا اونتيريور وبوستيريور مع بعضهم ما بيناتهم انتيج مراتك التيج هذيك ثم ان انتربسيون ما عادش ينجم يعمل كومينيكاسيون ولا بارفوا لا موفيز سيربريز سي كو تعمل تلقى ورم تلقى ورم اللي هو الكرانيو فارنجيون وهذا معنى مبين لك تنجم تجي انت على روتار دو كرواسونس تلقى صغير عنده ورم كرانيو فارنجيون به من حسن حظنا كل شيء انه سبب معنى نسبه ضعيفه برشا لكنه موجود كي تلقى يقول لك صغير عنده هرمون دو كرواسونس ناقص راهو تعمل لي ريم ولي ريم تشخص لك باش ما على الاقل السبب هذا ما تلقاش ان فوا شخصنا ما ثماش تيمور لقينا ان انومالي دي ليبوفيس عملنا دو تيست التيست اللي قلت لك عليها وثم تيست بدوي اخر اتاكد اللي ثم نقص في الهرمون ساعتها تبدا المداوات نتاعو معالج نجم نداويه السبب الثاني دكتور السبب الثاني هي ليبوتيرويدي اللي هي نقعدوا في الغدد ليبوتيرويدي سبب الغده الدرقيه والكل دونك هذه تنجم تعطي انسيفيزونس ونجم الصغير النمو نتاعو ما يمشيش هذه غالبا نجمو نشخصوها حتى يجيك صغير على طاي ناقص لكن قدامك صغير عنده ديتري غروسي عنده سينوغليد عنده الصوت نتاعو مبحح شويه عنده ان فريلوزيتي عنده بارفوا كونستيباسيون مع روتار دو كرواسونس نجم الشخص تقول عندي ايبوتيرويدي وليبوتيرويدي تنجم تكون كونجينيتال مخلوق بها كما تكون ايبوتيرويدي اكيز بار لا سويت ومرض بها بار لا سويت وتنجم تكون سبب ولنا اوسي كي ان فوا شخصنا ليبوتيرويدي نجمو نداويو هذيك ويرجع الكرواسونس السبب الثالث في الامراض الهرمونيه هو ليبيركورتيسيزم مش معناته ليبيركورتيسيزم ثم افراط نتاع كورتيكويد وهذا من جهتين ينجم يكون الكورتيكويد ثم مرض مثال مربوط بالسورينال وكل شيء ينجم تكون افرازات نتاع كورتيكويد اكثر سي تان بروبليم اندوجين كيما تنجم تكون بروبليم اكزوجين انا لمرض ما قاعد ناخذ في الكورتيكويد والكورتيكويد هذوما ناخذ فيهم 4 و5 و6 شهور وبدوزه قويه تنجم تكون تاثر لي على النمو كيما قلت لك بكري عطيتك ليكزامبل مثال نتاع واحد عنده سندروم نيفروتيك ياخذ في دواء مش بشرطه انه راه مش ياثر له لكن كي تبدا ديما تاخذ في الكورتيكويد وترجع لهم بصفه متواصله تنجم تكون تاثر على النمو نتاع الصغير دونك كان نلخصوا الاسباب الهرمونيه ثم النقص نتاع الهرمون نتاع الكرواسونس النقص نتاع الهرمون نتاع التيرويد وهذه ولي كورتيكويد كوسوا داخليا اندوجين ولا اكزوجين قاعد ناخذ في الكورتيكويد ينجم ياثر هذا سبب له به مازلت الاسباب دكتور وي هاي. السبب الاخرين دكتور ينجم تكون من تاخر النمو نجم قدموه من الساده المستمعين يسمعوا فينا دكتور
الاسباب الاخرين نتاع نتاع تاخر النمو. الاسباب الاخرين ابار هذوما لي كوزون دوكرينيين ثم لي زانومالي كروموزوميك في الكروموزوم. علاش ثم شكون خاصة عند البنت ثم سندروم دو تورنير نسموه سندروم دو تورنير. هذه الخاصية تو باغ اكزومبل انت كي تشوف الولد تلقى عنده الهرمونات نتاعو 46 اكس غريك، البنية تلقاها 46 اكس اكس، هذه تلقى نقص في الهرمون، تلقى هرمون نقص 45 اكس 0، دونك ثم مشكله نتاع هرمونات تجي. اولا الطاي نتاع البنت هذه ماشي ماشي غالي، غالبا راهو نجمو نشخصوه من الاول كيما نجمو نقعدوا نستناو 15 و16 سنه باش نشخصوا سندروم دو تيرنير، لانه ربما الحاجه اللي مش تلزنا باش نمشوا التحليل هذاك بارفوا صغيره ماهيش ماشيه في النمو نتاعها، لكن ما بلغتش بار لا سويت، عندها روتار في البلوغ وتوصل 15 و16 سنه وحتى علامه من البلوغ نتاعها، وساعتها مع قصر القامه نتاعها والبلوغ نتاعها وثم علامات اللي تربى في علامات يظهروا عند الطفل، نخموا في السندروم دو تورنير ونعملوا الكاريوتيب. الكاريوتيب يجاوبك يقول لك هذا عندها سندروم دو تورنير، والسندروم دو تورنير يفسر لك الطاي اللي ناقصه ويفسر لك تاخر البلوغ، البلوغ اللي بعد تمشي البروبليم هرموني متلازمه الداون نجم تكون من الاسباب. اكزاكتومون تريزومي 21، تريزومي 21 هذه كنت مش نحكي عليها بعد سندروم دو تورنير دونك موجوده. وثم حتى دوتر مالادي لا مالادي سندروم دو دي جورج وكل شيء، ثم هذوما امراض اخرى مربوطه بالكروموزومات نجم تسبب لنا في اللوح. هذه اهم الاسباب دكتور، لا مازالت اسباب اخرى. ثم اللي قلنا الهرمونات وقلنا الكروموزومات، ثم لي كوز سكليتيك تو يعرضك واحد في الشارع تزم نا هذوكم دي بروبليم سكليتيك سكون ابل دي كوندرو ديسبلازي لوس نتاعو ما انموش. هو في عظمه تاي نتاعو مش تكون متر و70 تلقاه حتى في المتر و10 والمقل، هذيك امراض وراثيه موجوده وجينيتيك دونك سون لي سكون ابل لي كوندرو ديسبلازي ولي زيبو كوندرو ديسبلازي، دونك ثم لوس نتاعو العظم نتاعو ما ينموش بصفه متواصله وتكون حاجه جينيتيك، وهذيك جينيرالمون ما ثمش دواء لان مرض وراثي. وان بيتيت تاي وراثي دكتور معناتها ولده نجم يكون هكاكا؟ والله ثم عندنا احنا تنجم تكون موجوده هكا كيما تنجم تكون راهو انسان عادي. عندنا شكون اللي هو وتزوج وكل شيء، عندنا شكون عنده قصر قام وعندنا اولاد ولاباس عليه. السبب الاخر اللي هو هام ياسر اللي حكينا فيه بكري اللي هو معنى عدم النمو ولا قصر النمو وقت الصغير يكون وقت الحباله روتار دو كروسون سنترا ايتيرا، هذوما راهو سبب موجود هكا. علاش وقت اللي يجي صغير يعدي كل شيء ديما نرجع لفتره الحمل، نرجع لفتره الولاده، نرجع للكارنيه دو سونتي، اعطيني قداش وزن قداش التايم نتاعو وتنجم عندنا تفسير. وهنا نقول لك اللي 15 20% من اللي عندهم روتار دو كروسون ولدوا بروتار دو كروسون راهم ينجموا يبقاو روتار طول حياتهم يقعد ديما يتبع الروتار هذاك دكتور. افكتيفمون اسباب اخرى ثم لي زانوركسي مونتال، ثم امور نفسيه عند الطفل اللي ما تاكلش وان بروبليم سيكو افكتيف تنجم تكون ضعيفه برشا والكرواسونس نتاعها تحبط، هذه خاصه عند لي زادوليسونت الكل دونك سبب نجمو نوجدوه. وبعد ثم زوز اسباب هامه، السبب الاول هما الامراض المزمنه، امراض المزمنه امراض الكلى، امراض القلب والشرايين، امراض القلب، امراض الجهاز الهضمي، لا مالادي سيلياك، السكري، كل الامراض اللي مش ترافق مش كيما واحد يعمل جريب 4-5 ايام عبره، كيما انسان عنده مرض مزمن ياخذ عليه في دواء طول حياته اكيد مش يكون واحد. المالادي سيلياك اللي هي سبب زاد موجود برشا عند صغير ينجم يجيك هذيك ان بيتي تاي كي تساله يقول لك راني سيفري ولدي راه عنده اسهال مزمن، راه عنده بارفوا، عنده بالون مو ابدومينال، تشوف فيه اصفر تعمل له تحليل تلقى عنده فقر في الدم، نمشيو كيما السيده اللي تكلمت بكري نمشيو نعملوا تحليل على المالادي سيلياك، ثم دي زونتيكور والسيرولوجي هذه الدنيا ونجموا بار لا سويت نجموا نعملوا حتى فيبروسكوبي ديجستيف، نمشيو ناخذوا عينه من المسار ونحللوها وتاكد لنا اللي ثم ان اتروفي راهم المسار رطبين ودونك ما يمتصش الماكله نتاعو. هذو ما أهم الأسباب اللي ديما موجودة دكتور. مازال سبب اللي هو أكثر انتشار اللي هو لو روتار إسونسيال اللي ما عندوش واحد، وهذا اللي نشوفوه كل يوم. دونك اللي مثل 60-70% يجيك صغير ولا يجيك إنسان عنده إن بيتيت تاي كي تشوفه تلقاه سيفري في الكلوار
ناقص في الكلوار كلوار ولا دو كلوار جينيرال من كلوار، وقاعد يمشي قاعد يمشي قاعد ينمو بصفه طبيعيه، ما عنده حتى مرض، ما عندوش مرض في الجهاز الهضمي، ماهوش قاعد ياخذ في دواء. لي بارون جينيرالمون ينجموا يكونوا كيما تاي كبيره كيما واحد، وهذوك نسموه لو روتار اسونسييل اللي ما عندوش سبب واللي ما مثلنا حتى خطر، لكن يمثلنا لو موتيف دو كونسيتاسيون لو بلي فريكون. سيرتو تو مع المدرسه تقول لك ولدي موش كيما نديد وموش فاخر كيما نديد. غادي راهو احنا نحكيو على روتار دو كرواسونس، مي الروتار اكثر انتشار اللي هو روتار اسونسييل ديما نرجعوا للكورب، والطبيب المباشر للطفل ينجم يمشي الكورب هذه ويشوفها ويلقى عنده ان روتار سو كون ابيل لو روتار اسونسييل. جينيرالمون ديما النمو ماشي ستابل، بينما في النمو نتاع الامراض نتاع الديفيسيتك اللي حكينا عليه نتاع الهرمون دو كرواسونس، يبدا صغير يعمل ان انفليشيسمون، يبدا يحبس يحبس يبدا طايح، وخاصه ويبدا ميم حتى يعمل كاسور وتوقف النمو نتاعو. في 30 سكوند دكتور اللي ضيق الوقت برشا اسئله قاعدين يجون، لكن اهم اسئله طرحها علينا. صحيحه فكره فما سبور ينجم يخليك تطويل، هز ولدك يلعب باسكيت ولا هز ولدك يلعب مثلا سبور باش يخليه يطويل، صحيحه الفكره؟ اكيد انا النمو انا ممارسه الرياضه حاجه هامه ياسر، حاجه هامه ياسر، وباش الصغير تعاون على الطول نتاعو وكل شيء، هذا كي ما يكونش عنده امراض وكل شيء، اما ننصحه بالسبور وينجم يبو غاني دي سنتيمتر. صحيح التغذيه الصحيه السليمه هي زاده راهي مهمه برشا باش نرجع ولدي انا اليوم يطلع بطول عادي. بدون شك بدون شك انا كان بدون شك انا كيما انسان التغذيه يلزمها تكون تغذيه سليمه وتغذيه واحد باش تعاون على الصغير، لانه الصغير كان معنا عنده هو الهرمونات نتاعو وعنده عاديين، لكن تحطه في بيئه انه ما ياكلش مليح وما يتغذاش مليح وتغذيته غير سليمه، اكيد مش تكون عنده تاثير على النمو نتاعو. يداوي، ولكن لازمكم تمشيو لاطباء الاختصاص، هذه النقطه المهمه. وفما العامل النفسي انه يلقى روحه ماهوش كيما نديد وراو، هذاك لازم نبرون تو سون كونسيديراسيون بالنسبه للصغار. دكتور دكتور ان غرو ميرسي الحقيقه اللي جيتك على الاسئله نتاعنا. دكتور فتحي تعاود تستمعوا الانتجرالتي الانترفيو على الباج اوفيسيال فيسبوك لراديو الحياه تفهم، رئيس قسم الاطفال سابقا بمستشفى ابن جزار، استاذ جامعي بفاكولتي دي ميديسين سوسه. ان غرو ميرسي لحضورك بحضنا توت سويت الفلاش انفو 10 متاع الصباح، مكملين معاكم حتى ال 11. الحياه تفهم، الحياه تفهم.